مرحبا واهلا فيكم بقناتي. بحلقه اليوم رح اعمل وصفه الورق عنب بزيت. الوصفه كتير طيبه واكيد الكل بحبها، وهذا الفيديو رح يكون بالتعاون مع مون من قناه ارت جيفينج. قناتها متنوعه، فيها كتير فيديوهات مختلفه وافكار ووصفات متعدده ومفيده، ورابط القناه اللي لها رح يكون مكتوب باسفل الفيديو، فروحوا شوفوا قناتها واشتركوا فيها. مون رح تعملنا اليوم وصفه الدجاج المقرمش مع صلصه الباربيكيو، وصفه كتير طيبه، ورابط الفيديو اللي لها كمان رح يكون موجود بصندوق الوصف. وما تنسوا تشتركوا بقناتي هون على اليوتيوب، تكبسوا على كلمة سبسكرايب لحتى يوصلكم كل جديدة. هلأ خلينا نبلش بالوصفة. أول شي رح أعمل الحشوة للورق العنب. مثل ما بنعرف حشوة الورق عنب بزيت هي نفس التبولة، بس بدل البرغل حنستبدله بالرز. فعندي هون كمية من البقدونس المفروم فرم ناعم، رح ضيف عليه البندورة يلي مقطع حجم صغير، كمان رح ضيف عليه البصل الأبيض يلي مقطع كمان صغير مفروم فرم ناعم، أكيد بتقدروا تستخدموا البصل الأحمر. كمان رح ضيف شوي من الرز المصري، الرز يلي بتكون حبته قصيرة، رح ضيفه على خليط الخضرة. عندي هون السماء والفلفل الأسود، عندي كمان الملح والنعناع اليابس، رح ضيفهم على الخليط. بتقدروا تستخدموا النعناع الطازة إذا عندكم. أكيد ما أنسى ضيف كمية منيحة من زيت الزيتون، وطبعا آخر شي حضيف عصير الحامض. وهلأ ما علي غير أني حركهم كتير منيح لحتى كل هالمكونات تمتزج مع بعضها ويتكون عندي خليط حشوة الورق العنب. فهيك عندي الحشوة صارت جاهزة. هلأ رح انتقل للورق، ورق العنب. أنا الورق العنب يلي متوفر عندي هو المكبوس يلي بيجي بمرتبانات، أكيد بتقدروا تستخدموا الطازة إذا توفر عندكم. طبعا غسلته كتير منيح لحتى اتخلص من المي الحافظة يلي بيكون فيها. ومثل ما عم بتشوفوا هون كل ورقة بيكون عندها مثل عرق أو غصن صغير، هيدا كمان لازم نتخلص منه لأن مش طيب بالأكل، بيكون كتير قاسي. هلأ بالنسبة للورقة هي عندها وجهين، وجه بيكون ناعم والوجه التاني بيكون خشن. فالجهة يلي بتكون من تحت أنا رح خليها الناعمة اللي هي حتكون من برا، رح استخدم الوجه اللي بيكون خشن لحتى أحشي بقلبه. فهون مثل ما عم بتشوفوا حطيت شوي من الحشوة، بعدين لفيتها بهيدي الطريقة، أول شي من فوق، بعدين جبت الجوانب عن النص طويتهم بهيدا الشكل. بعد هيك رح كمل لفها لحتى أوصل للأخير. وهون لازم تنتبهوا إنه لما تلفوها ما تلفوها كتير مشدودة، لأن حبة الرز رح تستوي، ولما تستوي أكيد رح يكبر حجمها. فإذا كانت حبة الورق عنب كتير مشدودة ممكن تنخزق هي وعم تنطبخ، فخلوا هيدا الشي ببالكن. هلأ رح كمل بنفس الطريقة وأحشي بقية الورق. هلأ مرات حبة الورق عنب بتكون كتير كبيرة، فقبل ما تحشوها بتقدروا تقصوها لنصين، وهيك بتحشو كل وحدة لحالها وبيصير عندكم حجم معقول. هلأ نفس الشي عندي هون كمان حشيتها شوي، تقريبا بحط معلقة طعام من الحشوة بكل حبة ورق عنب، طبعا بتختلف حسب حجم الورقة. كمان لفيتها وطويت الجناب عن النص، لفيتها للأخير. هيك خلصت أنا الحشوة والورق العنب، صاروا عندي ملفوفين وجاهزين لحتى حطهم بالطنجرة. بس قبل ما حطهم بالطنجرة عندي هون شوية خضرة، عندي بطاطا وجزر مقطعين لشرايح بحجم متوسط، واللي حأعمله هون أني حصفهم بأرض الطنجرة لحتى الورق عنب ما يلزق عندي، وكمان أكيد هن رح ياخدوا نكهة طيبة ورح نقدمهم مع الورق العنب. فهلأ صفيت البطاطا، وبعد هيك عم ضيف الجزر حدهم. كمان بتقدروا تضيفوا شرايح من الطماطم أو البندورة إذا حبيتوا. فمثل ما عم بتشوفوا هون بلشت صف أصابع الورق عنب، بصفهم بشكل مرتب وخليهم كلهم حد بعض بهيدا الشكل، وبكمل بصفهم بهيدي الطريقة لا حتى أخلصهم كلهم. ممكن يكون عندي طبقتين أو ثلاثة حتى، مش مشكلة. فهيك خلصت صف الورق عنب بالطنجرة. رح أعمل المرقة يلي رح ضيف عليهم. فعندي هون خلاصة الحشوة، يعني من بعد ما خلصت الحشوة عندي صفيتها، أكيد ما رح أتخلص منها لأن حتكون هي كلها نكهات، نكهة البقدونس والبندورة. فهون ضفتها على كمية من المي، بعد هيك ضفت شوي من زيت الزيتون وأكيد عصير الحامض. هلأ عندي هون شوي من البهارات، في عندي الفلفل الأسود، البهار الحلو والملح، رح ضيفهم وحرك بشكل بسيط. هلأ عندي هون صحن مضاد للحرارة رح حطه على الورق عنب بهيد الشكل، وهيد الشي رح يمنع للورق عنب من انه يفرطه هن وعم ينطبخه. بعد هيك رح حط المرقة يلي عملناها
طبعا رح حطها كلها من بعد ما حطيت الصحن اكيد. وهلا اخر شيء رح حط مثل وزن على صحن الورق عنب. هيدا الشيء كمان مثل ما قلت رح يمنع للورق عنب من انه يفرطوا او يتحركوا خلال الطبخ، لان المي رح تكون عم تغلي وممكن انه يفرطوا او يتحركوا من محلهم، فهيدا الشيء رح يمنعهم. حطيت انا هون وعاء مضاد للحراره وعبيته مي، هيك بيعمل تقل اكثر. هلا رح حطهم على نار متوسطه لحاميه لحد ما المي تبلش تغلي، بعد هيك رح خفف النار وخليهم تقريبا لمده ساعه لحد ما المي تقريبا تنشف. فعندي هون طنجرة الورق عنب بعد مرور تقريبا ساعة على نار متوسطة، مثل ما قلت أول شي بخليها تغلي بعدين بخفف النار وبتركها لساعة. كل شي استوى عندي والطبخة صارت جاهزة وريحتها كتير كتير طيبة. قلبتها على صحن بهالطريقة، شوفوا كيف حتى الدخنة بعدها عم تطلع منها، عن جد الريحة كتير طيبة وشكلهم بيشهي، وحتى البطاطا والجزر أخذوا من نكهة الورق عنب، يعني عن جد تنكهوا وصاروا كتير طيبين. هلأ ما علي غير أني حطهم بصحن التقديم. صحتين وهنا. أكيد ما تنسوا تروحوا على قناة مون أرت جيفينج وتشوفوا الفيديو يلي هي عملته، وكمان تشتركوا بقناتها والروابط كلها حتكون موجودة بأسفل الفيديو. فهيدي كانت حلقة اليوم، بتمنى تكون عجبتكم الوصفة، كمان بتمنى أنو تجربوها. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتشوفوا فيديوهات الباقيين، وأنا بشوفكم بفيديو تاني. باي.